بس هل بيقلق دلوقتي الدولة المصرية والمسار السياسي والدبلوماسي دخول أطراف تانية والزيارات الأخيرة اللي حصلت لإثيوبيا؟ شوفي حضرتك بكل صراحة، يعني كثيرا ما كان يثار مسألة علاقات إثيوبيا بدول أخرى، البعض في بعض الأوقات كان يقول أن إثيوبيا لها علاقات مع إسرائيل وهذه العلاقات ربما تستهدف مصر. اليوم نرى زيارات لمسؤولين من بعض دول الخليج إلى إثيوبيا. دائما مصر تنظر إلى هذا أولا من منظور أنه كل دولة لها الحق في تحقيق مصالحها وتحديد خياراتها وعلاقاتها الخارجية وتحديد مجالات تعاونها مع الدولة الأخرى. ما يهمنا هو عدم الإضرار بمصالح مصر. مصالح مصر واضحة للجميع وللأشقاء قبل الأصدقاء قبل أي طرف آخر، إن مسألة نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة مصيرية، أن مسألة سد النهضة ما تزال محل للتفاوض بين الأطراف الثلاثة. ويجب أن يكون هذا واضح لكل الأطراف.